فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الأنبياء لم يعبدوا إلا بعد موتهم، وعيسى عليه الصلاة والسلام قد عبد وهو لم يمت، فكيف الجمع بين ذلك؟ لا، هو لم يعبد وهو في الأرض مع الناس، إنما عبد بعد ما رفع، فهو غائب، هو غائب، هم لم يعبدوا وهم أحياء، إنما يعبدون بعد موتهم أو في غيبتهم، أو في غيبتهم، فهم عبدوه وهو غائب عليه الصلاة والسلام. نعم.